والدك كان رجل من رجال المسرح ايضا، ازاي لما حس ان انت حابب المسرح وعايز انه برضو يبقى الفن طريقك خدت علقة تمام كده؟ صحيح. ليه؟ يعني هو خاف عليك من ايه؟ او كان ليه رافض ان انت تشتغل في الفن؟ والدي ما كانش مدير مسرح بالشكل الوظيفي، بالعكس يعني، وفي فرق ياما محترفة وهواة يعرفوا ان والدي كان بيساعد، مثلا لو حد فرقة محترفة مع وقتها ما كانش معاه فلوس ان غير ان يحجز يوم عرض فيديهم يوم، يعرضوا فيه. يديهم يوم ويديهم بروفات كمان يعرضوا فيها. ها لكنه كان عنده معادلة قاسية جدا، احنا نشتغل في تقديم النوعية الفنية دي لكن ما نمثلش فيها، لانه هو كان عنده قانون كده انه على ايامه كان شايف ان الوسط صعب، وفعلا الوسط كان صعب بتفاصيل كتيرة يعني. فكان احنا نقدم الموضوع ونساعد فيه وكذا لكن ما نمثلش. انا ما قدرتش امثل غير لما والدي توفى، ما خدتش فعلا قرار التمثيل الا لما هو توفى. مع العلقة دي انا خدتها لما مثلت وهو موجود على خشبة المسرح كفني مسرح يعني. ففوجئ بيا، كانت فرقة كده من مسرح الشركات مزنوقين في طفل عايز يخش ينده على بابا عشان ياكل برتقانة، فالطفل ده ما جاش. طيب عملت فمين انت الدور. مين اللي موجود وشاطر وممكن يقول الكلمتين وما يخافش؟ شريف. دخلت عملت الدخلة ديت وخدت سكسي جميل من الجمهور، طلعت خدت العلقة دي عشان مثلت. طب ليه كان حاسس اصلا انت النماذج اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، اسماعيل ياسين، زينات صدقي، عبد الفتاح، الاسره، ربنا يا رب يرحمهم جميعا، جميل. على قد ما هم كانوا ممثلين عظماء ولغايه دلوقتي بنشوف شغلهم وبنضحك عليه، بس نهايه حياتهم كانت نهايه صعبه، يا اما اكتئاب، يا اما قله فلوس بشكل كبير، يا اما ماتوا يعني وحيد ومعهوش فلوس. هل والدك كان خايف عليك انك تنتهي لنفس المصير، او كان شايف ان ده الفن المحترم نهايته بتكون كده؟ طبعا. اولا انا بحترم سؤال حضرتك جدا، سؤال رائع، لان انا قلما ان انا اعرف اجاوب عليه من وحي اللحظه اللي كنت عايشها. هو كان شايف طول الوقت، فعلا ده كان مخوفه طول الوقت، ان ملهاش مستقبل، وافرض ما حققتش هتعمل ايه، ولازم شهاده ولازم ولازم ولازم. لكن اللي كان مخليني طول الوقت اقف قصاد قرار وقانون والدي هي ان الناس دي كان عندها توازن حوالين انه هو مش حابب الدنيا ومش حابب انه يكون ملايين. ما في واحد فيهم شفته عنده مسألة البخل اللي شفناها في كاركترات ياما اتقدمت في اعمال. ما في واحد من نجوم فرقة من اول اسماعيل ياسين، ما في واحد فيهم كان عنده مسألة ان عايز اكوش عشان اعمل فلوس، عايز اشتغل. لكن بالعكس، انا افتكر كانوا في وقت من الاوقات لما كان يبقى في ازمه عند المنتج وقتها كانوا بيلموا من بعض عشان يفتحوا سيزون في القاهره او في اسكندريه او في محافظات اخرى. كان عندهم عايز مساله الزهد في الدنيا دي، مش هدفه انه يجمع مال، مش هدف هو هو هدفه يقدم فن. وهدفه انه يبقى له رصيد في قلوب الناس. دي الجمله اللي حفظها لي، الاهم من رصيدك في البنك ان يبقى ليك رصيد في قلوب الناس، والرصيد في قلوب الناس دي اغلى من رصيد البنك بكتير حقيقه الامر. فطول الوقت انا مش بشوفها، رغم ان كل اللي بيتكتب عن حد رحل من الجيل ده يقول لك ده مات محتاج، مات مش لاقي، مات مش كذا، بس هي ما كانتش تشغل اي قيمه عندهم. لا هو مات محبوب كمان، هم نسيوا يقولوا اهم حاجه، بالظبط. يعني لا، مات محبوب وعنده رصيد كبير لغايه دلوقتي، اجيال واجيال عايشه عليه. وعمر ما حد فيهم كان يهتم بمساله هو كان يكفي بيته في هذه اللحظة بس، لكن عمره ما كان يفكر طب أأمن لهم سنين قدام، طب أأمن لهم كذا. غير النظرة اللي موجودة دلوقتي. بالظبط كده، بالظبط كده.